عن إطلاق قهوة المعتقلين السياسيين الآن للسجن المحلية ومزيد عن رحلتنا للسجن الوطن. كل الوطن يشهد، كل الوطن يشهد. الاخت المشاركه معانا والرمز المخيمات العز والكرامه دواحة، تفضل. تحيه المجد والخلود لشهدائنا الابرار، تحيه عاليه للمناضلات الصحراويات من فوق سطح منزل الخيم اللي مواصلين نضالهم ومعركتهم واللي يبينوا بشاعه الاحتلال المغربي وجرائمه في حق الشعب الصحراوي. الان عندنا مداخله من مخيمات العزه والكرامه، الكلمه التضامنيه من الاخت دماحه بنت محمد ولد المعطي. تقلدت بعده مهام من بينها كانت مسؤوله سابقه في لجنه الصحه وعارفه والان رئيسه دائره تفاريتي. لهي تفضلي دماحه. مرحبا بكم وسهلا. مرحبا بكم وسهلا. مرحبا بكم وسهلا. شرف لنا بهذا اليوم العظيم. راني والله يا الشعب يا مرحبا بكم وسهلا. معاكم دباحة محمد المخرج من مخيمات العزة والكرامة. أنا نضامن العالم وراح نضامن نظام الحروب هذه الحية اللي قادلها عام وخمس أشهر في هذا الحصار اللي مغروب عليها، وراح الحصار على هؤلاء المناضلات قدوا يتحدون هذا كامل. وراني شاكرتهم، وراني شاكرتهم، وراني موجود في هذا الحق اللي هو الحق اللي نقول وراهم. أراني من خلال أنا رافعة تحياتي ورافعة تضامن إلى الحروب من جميع مخيمات العزة والكرامة ورافعت المقاتلين في تحرير الشعب الصحراوي، ورافعت جميع المعتقلين السياسيين وراسهم عائلة محمد الأمين هدي وكل الوطن أو الشهادة. ولا استقرار لا سلام قبل العودة ولا استغلال التام. تحية نضالية، تحية المجد والخلود للشهداء، وقطعا عن عودون النساء الصحراويات بهذا التضامن وباللي هي ما هي قطعا عنها معركة سلطانة ولا معركة فاطمة ولا زينب ولا مويل منين ولا الوعر بداي. هذه معركة النساء الصحراويات، هذه معركة الرجال الصحراويين من أجل تحريرهم ومن أجل استقلال الوطن. نوجه شكرنا للأخت دماحة المعطي اللي هي شاركت معانا ضريق على المباشر من مخيمات العز والكرامة، وقطعا عن ذا اللي شرفنا وذا اللي زيدنا كما شاركوا معانا أعطاهم هذا الوطن، شرفونا وقطعا عن نقولوا لهم ان كانت على طريقهم ان شاء الله. ذيك اللي رسموا لنا هما في الظروف الصعبه، في الظروف اللي قطعا عنها ما يقد حد، الامكانيات ما هي خارقه يا غير المراه الصحراويه. كل شيء عدلت بقله الامكانيات اللي عدلتها ودافت عن الوطن، سواء في المناطق المحتله، سواء في اللجوء، سواء في الشتات. هذا فضل الماء الصحراويه اللي ما قطت ترضات برهانه ولا هي اللي ترضاه، واللي قطعا عنها الاحتلال المغربي ما تلع بين عينيه ما تخلع ملحفه ملبوسه لابس تمره بها، اللي منين يشوف ملحفه يعرف عنها المراه الصحراويه ويعرف. جربت انا في طيله 16 شهر منين يشوفوا امراه جايه يعملها لا متخطيه لا سامحه، يدخلوا ضيقه منها، يدخلوا ضيقه. هذا هو اللي الشرف اللي
يعني عن احنا تي نفتخر به كنساء صحراويات، نفتخر بذي الملحفة ونفتخر بذي الوطن ونفتخر بذي الدفاع ونفتخر به. بنا الليلة حنا نتعرضوا للتعذيب ونتعرضوا للتنكيل ونتعرضوا للممارسة الشديدة علينا، يمارسها الاحتلال المغربي. هذا شرف لنا كنساء ندافع عن وطننا. بنا اللي نحنا تي كمدافعات عن حقوق الإنسان، دافعنا بلاشي، دافعنا لا بالمواقف وبالحق، وعرفت عنا صاحب حق، واللي عندنا نحمله سلاحنا على العلم الوطني. هو سلاحنا، هو اللي نواجه به المحتل المغربي، وهو اللي واجهناه في ذي الطيله كامله، واللي واجهه الصحراويات، واجهه المستعمرات بالعلم الوطني، سواء الاسباني وسواء الاحتلال المغربي. قطعا عن فضل المرأة الصحراوية، سواء منين، هذا المخيمات العز والكرامة اللي كانت المرأة الصحراوية تبني من الخيال، كانت تبني بالطوب من أجل تبني المدارس، كانت تبني بالطوب وتدرق في العذاب من أجل تبني المستشفيات، كانت تبني بالطوب من أجل تبني الدوائر. هذا يعني كامل كان من فضل المرأة الصحراوية، وبالخصوص المرأة اللي عانت في اللجوء وأعطت حياتها وأعطت أولادها وأعطت الفذك مادها من أجل هذا الوطن ومن أجل كرامة وطننا كاملة. نقول لهم أن الاستقرار والسلام قبل العودة والاستغلال التام. خارجه وقولوا الاحتلال المغربي الى عاد عندك شيفاني مازلتوا مخزنوا في قدهم وقدموا الاحتلال المغربي. انا نعرف عنكم كاملين تخرصون على ذو الله هذا. يا قال نقول لكم احنا بقوتنا وبكلمه واحده، ما هو بوحده عن وحده، كلمتنا واحده متحدات وماشيه الا للشهاده، وشي ما هو الشهاده ما تنعطيناها للشعب الصحراوي، وباقيات مرسومه بين عينينا الا الشهاده. ألا نعيش كلمات كيف نساء العالم كامل، والله زاد لعشنا نعيش شهيدات، وذا هو اللي نقول لكم تحية نضالية، وكل الوطن أو الشهادة. تحية نضالية للجبهة الشعبية، تحية نضالية للجبهة الشعبية، كل الوطن كل الوطن أو الشهادة، كل الوطن أو الشهادة، نموتوا نموتوا وإحنا الوطن، كل الوطن الشهادة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية المجد والخلود للشهداء الأبرار. احنا مثلا اليوم في يوم 17 من الانتصار، يوم 17 سبحان ما ينسى، يوم 17 من الانتصارات مثلا من احتفالات الانتصار، ونخلدوها فوق سطح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وحاج اللي اعلن ماذا اعلنهم 21 سبحان الميس، ايوا سبحان الميس اليوم يوم 21 من الاحتفالات الانتصار، جزء الانتصار اللي مثلا حققنا ماذا اعلنا، وماذا اعلنا مازال فينا، مازال فينا ماذا اعلنا، ما دمنا حيين لين نواصلوا لين نستكملوا ماذا اعلنا الانتصار اللي هو الانتصار اللي مشاو عليه قوافل الشهداء وقوافل الشهيدات اللي ماذا اعلنهم من 73 والله كاع من سابق ذاك، وهما ماصلين مثلا هم قد القضيه لين يتحقق ماذا اعلنوا الهدف اللي هو الاستقرار التام. واحنا ماذا اعلنا مازال مازلنا ماذا اعلنا مصممين ودايرين بين عينينا علمنا لا يتم قاومين مهما عدت العدو من المحاولات، ومهما جات به من خدعها، ومهما جات به ماذا اعلنها من اسلوبها ماذا اعلنها السلبيه اللي ماذا اعلنها خدعها وتجي به ماذا اعلنها بطريقه غير مباشره، احنا نقول لهم اعلنا رانا ذا كامل على حيطه وعلى حذر منه، وعلنا رانا فاطنين لهم كامل اي محاوله معدلينها ماذا اعلنا رانا على حيطه منها وعلى حذر، ومصممين ودايرين بين عينينا اعلنا لا ينحق ولا استقلال التام نحضر فيه، والله ما نحضر فيه كيف ما قالوا ماذا اعلن ذوك اللي سبقونا وعشنا احنا من وراهم، لا نحضر فيه والله ما نحضر فيه، نتمنى عنا نحضر فيه ونعيشه يا غير ماذا اعلنوا ذاك خبر فيها الله تبارك وتعالى. على ان رانا مازلنا ماصلين، وعلى 16 راهي مازالت فيها ما يفوت 30 عام و50 عام من الماع ذنبت، وعلى الصحراويين كاملين لا فيهم ما هم مثلا هم متراجعين ولا هم مالين ولا يشيل بالهم شيء،
ولا مثلا هم اللي منهم مثلا انه قال كلمه نبلقوها للعدو على انه راه اللي منهم قال لهم كلمه والله قال لهم شي ذنب على انه راهم الصحراويين على صف واحد. صحراويين عطاوا اولادهم كاملين، صحراويين ما فيها الماء وعاطي الشهيد والله شهيده، صحراويين اهاليهم كاملين في اللجوء تعاني من 75 الى حد الساعه، عاشت المعاناه، عاشت العمان الصعيبه، عاشت نسائها خدوا بيك عدلوا مثلا هم بيوت الطين، عانوا من معاناتها للصحراويين كاملين ونقول لهم بنقول لهم ذي الرساله عن الصحراويين مرام على صف واحد ولا يمشوا اقبياء، وعلنا نموت ونموت ويحيا الوطن وكل الوطن او الشهاده. يا شهيد ارتاح ارتاح. سامي واصل الكفاح. واللي باقي يحقق الاستغلال لازم يضحي، لانه اذا ما ضحى ما خالق والو. هذه المهانه للصحراويين قايلين على الاستغلال لا يجي كبدو ولا الاستغلال لا يجي مباليه ولا الاستغلال لا يجي بلا تضحيه بلا عطاء بلا صمود بلا تحدي. راهو مره خالق. هذه هي الرسالة الأولى للصحراويين والصحراويات، لازم المزيد من العطاء، لازم المزيد من الصمود، لازم المزيد من التحدي، لازم أطلع 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 أطلع
اجل تعيشوا رفاهية، من اجل يعيشوا اولادكم وبناتكم الصحراويات والصحراويين. اللي ما ضحى ما خالف والو، اللي ما ضحى ما عنده. ونقولوا معلش لازم التضحية، يضحى بالسجين، يضحى بالشهيد، يضحى بالعين، يضحى بالفم، يضحى بالكراع، يضحى بالروح، يضحى بأقل ما لديه. على العيش روح والله، ولده والله، منته والله، خوه والله. هذه هي الشماء والعطاء، هذه المعركة اللي حققنا فيها، حققها الشعب الصحراوي. لو ان انتصار لو كان معه الصمود، لو كان معه الصبر، لو كان معه الدموع، ينشد دموع بالدم ويصبر، يعدل ويعذب ونقتلوا غير نصبروا ونقوموا اقتحامهم، نبيحهم الى موقفهم ونتحداهم ونعلقوا اعلامنا الوطنيه ونواصلوا معركتنا النضاليه ومسيرتنا النضاليه حتى تحقيق الهدف اللي حققناه. حققنا على النصر للشعب الصحراوي، للدولة الصحراوية، ما هي العائلة الخلة، وما هي النساء بجدور، ولا هي المدينة بجدور. حققناه للشعب الصحراوي، للدولة الصحراوية، للسجين الصحراوي، للشعب الصحراوي الشتات، في مخيمات العنصر الكرامة، في المهجر، رجالنا في الميدان، في الساحة. هذا هو الصمود، هذه هي التحطم، هذا هو العطاء اللي ما اعطاه حق اخوانه. نحيي جمال شعبنا في كل مكان، نحيي الدوله الصحراويه، نحيي الرجال اللي صدقوا عهد الله عليه، هم اللي نحيوا ونتضامنوا معاهم، ونتضامنوا مع دولتنا، ونتضامنوا مع سجناءنا القابعين سجن الاحتلال الرهيبه، وكل الوطن الشهاده. نشكر في النظام الله تعالى وبركاته. اولا بعد لا نشكروا دماحة تنمعطي على مداخلتها، ونشكر كافة الصحراويين ومخيمات العزة والكرامة، واللي ذوك الامات اللي كاملات شاركوا، وذوك المناضلات اللي شاركوا معنا، يجمعنا بهم ان شاء الله في نهار مستغلين رافعين روسهم، واحنا هم اللي رافعين روسنا ان شاء الله. هذوك امات المقاتل وامات مربيات الاجيال وبانيات المدارس ومعدات المؤسسات، هذوك مطولات رقابنا ومحمرات عينينا، هذو رانا عاطياتهم تحيه لون عالي، ومضامنين مع المعتقلين في السجون المغربيه، مضامنين مع كافة الصحراويين كاملين، ونقولهم عن احنا مضحيين من اجل وطننا، ما لنا مضحيين من اجل شيء غير من ذاك، وكل الوطن والشهادة. يا شهيد ارتاح ارتاح، تعالوا واصلوا الكفاح.
الله الرحمن الرحيم. تحية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. اليوم الحمد لله هذا النهار اللي هي يوم 21 يوم بالانتصارات من الحمد لله يا ربي حمدينك. المناضلات متواجدات بالاحتفال الحمد لله بحماس، وهذا الحمد لله نرجع فضله المولانا ولهذا الحمد لله لأخوتنا الأمريكيين اللي ساعدونا الحمد لله في هذه الفرصة اللي ما تعوض. ونشكر الأمريكيين مرة ثانية، ونشكر المناضلين، ونعرف عن الصحراويين كاملة راهي لا نجات، كاملة قلوبها هون وكاملة متواجدة معانا بكل فرح، وقطعا عنهم ما يبغوا لهذه الدار ما هو الانتصار واللي دخلها كامل وكل الوطن أو الشهادة. تحية نضالية للمرأة الصحراوية.